وجدة تعالي بسرعة. بكرة تعالي بعباية على الراس. يما قبل الحصة قالت لي البس عباية على الراس واغطي وجهي. حركات. طيب ايش رايك نزوجك؟ ما يضحك. اقول وجدة غيري جزمتك المبهذلة هذه. وبعدين اذا ركبتي سيكل ما تقدرين تحملين ولا تجيبين عيال. غالي عليك 800 ريال. مسابقة تحفيظ القرآن، طبعا المسابقة بعد 5 أسابيع. احنا زبنا المبلغ الجائزة صار 1000 بدل 800 ريال. وبيسجل جمعية الدين. سبحان الله فجأة يعني. والله يعني ما تدري بنات ما يكبون السياكل. بس استحي يا رب تبين المدرسة. انت تستحين؟ يا ليت. حسبي نفسك ولد انت عشان تركبي سيكل؟ لدور ابوك بيذبحك. وكل هذا ليش؟ ابيك تكونين اسعد انسانه في الدنيا. وجدة تدرين بتزوجك لما نكبر صح؟